ابراهيم من عجمان بارك الله فيه يسال يقول حكم من كان على وضوء ثم احب ان يجدد الوضوء ما حكم ذلك ابو ابراهيم بارك الله فيك بالنسبه لتجديد الوضوء سنه تجديد الوضوء سنه يعني يكون الانسان متوضا ثم يروح يتوضا مره ثانيه سنه نص على هذا العلماء ويرون في هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضا على وضوئه وهذا لا يعني بانه لا يجوز الصلاه بوضوء واحد لصلاتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة بل ثبت أن النبي عليه الصلاة صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك من من السنة تجديد الوضوء وبعض العلماء قالوا تجديد الوضوء يكون سنة إذا صلى به فرضا أو نافلة يعني أنت الآن صليت توضأت وصليت فريضة ونافلة وجاءت صلاة أخرى نافلة أو فريضة من السنة أن ان تجدد الوضوء فتصلي بالنافله الجديده والفريضه الجديده وضوء جديد لكن لو احببت انك تصلي بالوضوء الاول ومن تقض هذا ما في شيء هذا هو الاصل بارك الله فيك